إلى وجهته اليومية التي اعتاد عليها في شهر رمضان. ينطلق عبد الله لمشاركة أهالي قرية يونجقية التركية في إفطارهم الجماعي. في هذه القرية لا إفطار في المنازل، هكذا اعتاد الناس منذ 15 عاماً، فالجميع مدعو للإفطار الجماعي يومياً. وبما أنه عرف لدى سكان القرية، فإن الجميع من سوريين وأتراك يلتزمون فيه، ومن بينهم عبد الله منذ مجيئه قبل 6 سنوات إلى هذه القرية. سنة عن سنة أخذنا على الوضع، تأقلمنا مع الوضع السنة الماضية وهالسنة هذه، يعني كل السوريين تقريبا نزلوا لهوني، شاركوا الأتراك بالشغل وبالأكل وبكل شيء. لم تجد الأسر السورية التي اتخذت من يونجقيا مسكنا فوارق كبيرة من حيث العادات والتقاليد، فأجواء كهذه يغلب عليها طابع المحبة والإلفة، وهما سببان وراء ديمومة وجود السوريين في هذا الإفطار الذي يعزز جو التشارك بين السوريين والأتراك. في هذا الشهر جميع السوريين يشاركوننا إفطارنا، وهو أمر في غاية السرور بالنسبة لنا. من يشاركنا الخبز والزاد فهو يقاسمنا همومنا أيضا. هذه أسباب تقلل من الفتنة وتعزز المحبة. العادات التركية في الشهر الفضيل عوضت السوريين عن بعض ما افتقدوه على موائدهم، خاصة الأسر التي فرقت الحرب شمل أفرادها، لتجد في مخالطة الأتراك ومشاركتهم طقوسهم شيئا لما عرفوه عن رمضان بلادهم. مائدة واحدة جمعت على جانبيها السوريين والأتراك، فوحدتهم خلال هذا الشهر الفضيل كما وحدتهم الحياة سابقا في هذه القرية. عبادة منصور، تلفزيون سوريا، من قرية يونجقيا، ولاية هاتاي.